اهلا يا اصحابي في فيديو جديد وحلقه جديده من عالم توم وجيري. النهارده هنلعب سبوي واحنا الثلاثه هنلعب انا واخويا وبابا. دلوقتي يلا نبدا، احنا اوريدي بدانا اصلا. وي انا بطير. ايه ده ايه ده ايه ده انت؟ انا نفسي اخد من الفلامينجو دي، شكلها غريب قوي. الله اخدت ايه؟ انا اخدت من كلمه سان. خسرت. غلط. يا رب. ياي. الله بحب قوي الشوز ده. انا بمشي هنا فوق الحاجات دي. يس. بابا اتخبط. بابا اتخبط. انت عايزه باعلى سكور ما بيننا. ياهو. ياي. طيري في الهواء يا اختي، طيري وتنططي على القطر. انا اكتر. اتخبط، بس على الاقل انا جبت هاي سكور. انا بمشي سريع. كوينز. الله، بس الكوينز احيانا بتودي المصيبه. محدش يتبع الكوينز. انا بتبع الكوينز وما بخسرش. شكله بابا هو اللي هيكسب المره دي، مش عارفه حاسه ليه كده. صح. حاسه بابا بيقول بابا اخد ميستري بوكس. ايه ده، انت برضو اخدت ميستري بوكس؟ الله، ميستري بوكس. انا ما اخدتش سوبر ماريو ميستري بوكس. ياهو. انا مش عارفه اخدت ايه تايم ستوديو، واخدتها مره كمان. لا ارجوك يا بوليس، انا ما عملتش حاجه. صدقني ما عملتش حاجه. واو، بابا اخذ البتاعة دي اللي هي بتطير، وانا بنط دلوقتي بالشوز السحر. يا بخته، انت بتنط بالشوز. اخذت الميستري بوكس معايا. واو، انت سرعت عندك قوي. اصلا انا شكلي اللي هكسبكم المره دي. يا رب. الدور ده شاطرين قوي المره دي. ولا حد خسر لغايه دلوقتي. صح يا بابا؟ ايوه بيقول. هي فلامينجو، بس بيحطوها في اماكن صعبه قوي. ايوه، مش عارفه ايه ده، لازم نحطها فوق. خسر الاخ. قلت هتكسب وفي الاخر خسرت. دلوقتي انا التحدي ما بيني انا شكل بابا هو اللي هيكسب. لا عشان لا، بابا هو اللي هيكسب. فلامينجو كان قدامي، بس لو كنت رحتي له كنت اتخبطت. قلت لك يا طلع بابا. قلت لك شكل بابا هو اللي هيكسب. لغايه امتى؟ لغايه الساعه 2000 الا نص. بابا اتخبط. بابا كسب الدور الثاني. انا بجري بسرعه. بابا كسب الدور الثاني وانا كسبت الدور الاولاني. وانا يا رب اكسب الدور ده. لا. ايوه، الطيران فيني. ميستري بوكس. يس، الطيران. ايه الشوز؟ ما خدتش الشوز. الحمد لله. فلامينجو. فلامينجو صعب. بس انا شكلي اغلب. نو. انت الراجل جه وراك. بابا خدها تاني. الراجل بعد. وي ايوه، دي ممتعة قوي. وي ايه ده، انت برضه كنت فيها. ايه ده، بس انا سبقتك، انت كنت لسه فيها من شويه. ايوه. بابا اتخبط. شكلي انا المره دي هكسب يا رب. اصلا ايه، اخدت فلامينجو كمان. انا اخدت. ايوه، تاني فلامينجو. انا غصب عني لما ادوس مرة كمان بخسر. طبعا انت زعلان يا بابا. ايوه، اوكي. النجمة اللي هي، انا مش فاهمة ايه فايدتها اصلا، بس ما علينا. بابا خسر. ترى مين اللي هيكسب؟ انا اللي هكسب. مين اللي هيكسب؟ انا حاسس من كل قلبي، انا احس ان انا سافوز. نو، فلامينجو. ما خدته.
اوه نو انا بقيت سريعة اه بقيت سريعة جدا بقيت سريعة جدا وبقيت صعبة جدا. اما اخد الشوز السحري لا 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 شوز بحب او الشوز الشوز ده احسن اقدر موديل شوز لانه عندي جني بيك شاي باي ياس احساسي كان صحيح شكلك اتخبطت اتخبطت انا حاسه ايوه ماشي بس برضو مهما كان حتى لو اتخبطت بعديك بثانية واحدة انا برضو الفائزة الحمد لله يعني او لو كنت اتخبطي كنت اتخبطي على اخر لحظة النجمة ايوه اتخبطي اتخبطي ارجوك لا 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 ارجوك اتخبطي ارجوك ارجوك لو سمحتي لو سمحتي اخيرا بقى معانا وان ازاي وانا كان عندي بيقولي تو مش عارفة اتخبط بس على الاقل انا اللي كسبت اما اخد الكوينز الدور التالت انا اللي كسبت اوكي يا ترى مين اللي هيكسب الدور ده نفسي اعرف ليه البوليس بيجري ورا عشان بيرسم على الحيط بيرسم على الارض يبقى انت مو انت غشاش انت غشاش انت اخذت الميستري بوكس انا بحب اول ميستري بوكس بتبقى جميله الزرعة بتقول أنا بشوكك لأني صبار يا ترى مين اللي هيكسب أنا طبعا بابا أخذ البتاعة دي تاني ما أنا بتيجي معاه هو بس اتخبطت يعني أنت ما سبتش ولا مرة يعني انت خسرت مفيش ولا مرة خسرت طب هو في مرة جاية؟ مش عارف يعني على حسب يبقى أول دور أنا كسبته تاني دور هو اللي كسب الدور ده الدور اللي فات أنا كسبته اتخبت أرجوك لا أنا لا عايز لا. بابا ولا هيكسب بقى ياس أنا اللي كسبت في الآخر أنا كسبت أربع أدوار وبابا كسب دوري تهيألي وأنت يعني ما كسبتش فيها أنا يعني أو أنا كسبت ثلاث أدوار مش فاكرة بس يا باي يا أصحابي يا ربي يكون الفيديو باي يا أصحابي يا ربي يكون الفيديو عجبكم تزول لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل ليكم مزيد فيديوهاتنا باي